السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة كتيرة بتيجي، إزاي أبقى بيم كوردينيتور وإزاي أبقى بيم مانجر؟ طيب بداية لازم تبدأ من الصفر، وهو إن أنت تبقى بيم سبيشاليست أو موديلر، أو إن أنت تعرف إزاي تعمل نموذج ثلاثي الأبعاد، تمام؟ فعشان أنت تعمل كده لازم تتعلم إحدى البرامج اللي هي بتعمل 3D، زي الريفت، زي تيكلا، زي أركيكات، زي في برامج كتيرة جدا بتعمل حاجة 3D. طيب لو أنت دخلت عملت سيرش على بيم اريبيا على اليوتيوب، هتلاقي قناة بيم اريبيا فيها 20,000 مشترك وفيها 3733 فيديو حتى الآن. طيب لو دخلت هنا وقلت له بلاي ليست، هتلاقي الفيديوهات موجودة اهيت. هقول له مثلا أنا عايز أعمل سيرش مثلا على الريفت، فتلاقي الريفت معماري وإنشائي وكهروميكانيكال، تقدر تبدأ بيهم وتفهم الفكرة بتاعتها. طيب ده الجزء العملي، لازم تفهم النظرية نفسها اللي هي جاست بيم ات. هتلاقي هنا فكرة البيم، ايه هو البيم وتعريفات البيم والمصطلحات والحاجات دي كلها، وباسلوب سهل جدا الحمد لله. طيب برضو محتاج عشان تخش بقى في موضوع الكوردينيشن ان انت تبقى عارف برنامج، لا اما السينكرو لا اما برنامج نافس وركس. السينكرو هتلاقي هنا اهوت، والنافس وركس برضو هتلاقيه. النفس وركس اهو، هتلاقي الشرح بتاعه بالتفصيل 124 فيديو. بعد ما شرحنا في بعض الأسئلة اتوجهت، فبدأنا ان نتكلم عن الشرح بتاعه. طيب بعد كده بقى خلاص انت بقيت عارف النفس وركس وعارف السينكرو، والافضل ان انت تبقى عارف مزايا كل واحد فيهم، واستخدم ده امتى واستخدم ده امتى، ايه القوي هنا وايه الضعيف هنا. يعني السينكرو مثلا ما فيهوش 5 dB ضعيف فيه شوية، النفس وركس ما بيصدرش الماكس، فتبقى عارف ايه المزايا، وتبقى قبل ما تبدأ المشروع عارف هتشتغل بان واحد فيه. طيب بعد كده محتاج ان انت تبقى في البرمجة، تمام؟ يعني الداينامو ده اسهل برمجة ممكن تتعلمها، برمجة بدون كود، تمام؟ وهتفيدك جدا جدا لو انت شغال في الريفت. مع الداينامو ممكن تتعلم اللغة البايثون. لغة البايثون من اللغات السهلة جدا، وتشتغل جوه الداينامو، وتشتغل جوه الريفت، وتشتغل جوه اغلب البرامج، وحتى وكالة ناسا بتستخدمها، وهتلاقي شرحها هنا برضو في القناة بالتفصيل. ومفيش أي مشكلة خالص لو انت سمعت الحاجات ديت على أي قناة تانية، سواء الريفت أو النكست وركس أو البايثون. أنا بس بنقول لك إيه، على الباص أو المسار، وانت اتفرج على أي قناة، أو لو انت بتحب الكتب هات كتب للحاجات دي واقعد اسمعها، تمام؟ بس هي دي أهم الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تقدر تشتغل بيم كوردينيتور أو بيم مانجر.